مسؤوليتا وسارة دوح برشادة يتعليد تسرية سومالي لان ايا كولا بلادان لياشاي معمولا ياشا تكسيادة عاصمة سومالي لان اهر كيسا كولا كاني او اوچيتا دي سو احاي سيدي لوغا قيب قادل لها عبارها بحسن اي مدوي كي اتبايي كوتوفتا قيبا كميدا قبالة دا سومالي لان وحا اوغو هرين مدا شاسي كهاللاي معمولا هكود اي تكسيادة نورتين مدرمها إبراهيم كاسيو كوها اللي يي أفكا مامولا ياشا تكسية دا مقالة دا هر كيسا وانكو بغادين اينا أرين تاسي وحنو قادان اينا ماها أرين أمرا ووزارة كتمية وأمر إلهي ينمي محمد كيما وحاول قادان اينا سيدك دقانا وإن شاء الله تعالى عنك ورا لها إنا مقعودي كوها اللي يا سيدك دقان إن شاء الله وارين تأوفل دونا داود أحمد فارح قدوميها قودة امتحانات كقرق سومالي لانو مداشا اسنكا اللي وحاو كشيغاي هاول بضان باماكا حفيز امتحانات كتالا هاول سبريدو در واحد بفرن تاي مامورياش إلا إميكا واحد تيام ماموري وحلو ضم مقنمتنا لكن إلا إميكا واحد سعودة والمشتكي كنهي إلا مارنت امتحانك اللي قليل ماموري إيا أرضي سيدا فومكي وانت قرق كتارو وحاوي korkay la ID card ka sameeynaa ma imtixaan kala bushqadeen iyo tirakoob lagu xisaabtaa iskuulka faarax marwaan mise waa inta intii oo galba lagu tala galaya tirada ardaydu waa mise galkiiba waa 20 iskuulada tahay waxa imtixaanka la galeeyay ayaa waxa ku imanaya maamulaha ama waalidsiida foomkii ee taariikhba laga soo celiyay xirbaa laga soo celiyay aroos buu ka soo baxay inaan baa ka carartay wax uun baa markaa ugu dambeyntiina munaasibadaasi waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane Cabdillaahi Ibraahim Habare bisha 26-keeda hadii Alla ila siyaasadda waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada 94-tiisan qoraalada ku arkay 94-tii baa la bilaabay hawshaasi مرضو ميلي سو مرتبة ويسو قدوري نسي وقتقي مدهوين الريالي تشوغي مربا كونسل كاللقي قلا وزير للا هدنا وحبات بلو اسو العليين هدنا وحويا وجع الصبو امك اي قالتي وهي وزير دي انا يقوه الرئيين والوسن سبت يقيد ولبا اي انبقى بين هي السيدة ما يسترني waxaan rajaynaynaa inaan naga amba baxdo 26-ka bisha 3 maalmood aynu ka doodno aynu doodaasi wixii lagu kordhiyo iyo wixii laga dhimoba aynu markaa council dowladda waa wasiirada la geeyo sidaa markaa siyaasaddii ay ku amba baxdo wixii laga dheegayo xeer ah iyo wixii xeewasaad noqonayaana siyaasaddaasu ka dambeynaya Tri Kosar Mahamud, Telefisha Ka Alamiga Star, Hargeysa.